الأخبار من الحدث. مع تصميم إدارة أمريكا الجديدة على تضمين صواريخ إيران بعيدة المدى في الاتفاق النووي، تقرير أممي يكشف عن تطويرها مع كوريا الشمالية. بعد مصر ومحاولة حشد دعم عربي، الحريري يصل باريس لدعم غربي. ميليشيا حزب الله تخزن وتطلق صواريخها من وقف شيعي وست مدارس بحسب تقرير إسرائيلي. إدارة أمريكا الجديدة تدير ظهرها لأكراد سوريا وتقول إن اهتمامها الأول هناك هو داعش. والأسد يحجز على أموال المتخلفين عن التجنيد وأموال ذويهم ومن يمت لهم بصلة. أهلاً ومرحباً بكم إلى هذه النشرة. حذر تقرير أممي تسلمه مجلس الأمن الدولي من إمكانية أن تكون إيران وكوريا الشمالية قد استأنفتا في عام 2020 تعاونهما في مجال تطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى. وبحسب التقرير فإن استئناف التعاون بين طهران وبيونغ يانغ شمل على ما يبدو نقل أجزاء مهمة للصواريخ، في المقابل نفى طهران ذلك، لكن الاتهام ساقته ضد طهران دولة لم يسميها الخبراء في تقريرهم. وأضاف التقرير أنه في عام 2020 أعلنت كوريا الشمالية عن التحضير لاختبار وإنتاج رؤوس حربية لصواريخ باليستية جديدة وتطوير أسلحة نووية تكتيكية، كما عمدت خلال العام المنصرم إلى إنتاج مواد انشطارية وحافظت على منشآتها النووية وطورت بنيتها التحتية للصواريخ البالستية. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن نشاط إيران النووي لا يمكن وقفه فيما يتعلق بمسار تخصيب اليورانيوم. يأتي حديث صالح ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة بشأن عدم نية الولايات المتحدة رفع العقوبات عن إيران إلا إذا أوقفت تخصيب اليورانيوم أولا. وقال صالح إن المرشد في طهران علي خامنئي رد على تصريحات بايدن، وأضاف أن الولايات المتحدة تعلم أن إيران تسعى إلى امتلاك طاقة نووية لأغراض سلمية وفق تعبيره. قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين إن إيران لم تتخلى عن البرنامج النووي وزادت الجهود في إطار ذلك. وأضاف كوهين أن طهران بفعل وضعها الحالي ترى في الاتفاق النووي في عام 2015 مخرجا وحيدا وتريد العودة إليه، مؤكدا أن المحور الإيراني واصل التموضع لاستهداف إسرائيل في الجولان، لكن العملية الإسرائيلية الكثيرة يضيف كوهين تقلص حجم هذا التموضع وتحد من قدراته. هذا ما يتجلى في الاهتمام الإسرائيلي بالصواريخ الدقيقة أهمية كبيرة على حد قوله، والذي شدد على أن تل أبيب تمتلك طرقا وقدرات سرية وعلنية لمواجهة ذلك. ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي منيف عماش الحربي، مرحبا بك أستاذ منيف. أريد أن أسأل عن التطور في ما يخص الملف الإيراني ومسألة التفاوض ما بين الإدارة الأمريكية الجديدة وطهران. يبدو أن التصريحات أتت من كلا الطرفين بأنه لا عودة سريعة الآن، لا بايدن يريد العودة السريعة ولا طهران تريد أن تقدم شيء. السيناريو المتوقع يا أستاذ منيف؟ طبعا واضح انه نحن امام حقائق مهمه، الحقائق المهمه انه طهران لن تتخلى عن المشروع النووي مهما كان، وهذا اكدته ليس فقط وزير الاستخبارات الاسرائيلي، اكدته الواشنطن تايمز اليوم في مقال مهم لها. الامر الثاني انه طهران اخلت باتفاقها 5+1 عبر 5 مراحل من الخفض، ايضا اعلن بلينكن انها ستمتلك المواد الانشطاريه من 4 إلى 5 أشهر. كوخافي رئيس هيئه الاركان الاسرائيليه قال انها ستملك القنبله النوويه خلال
2016. فالحقائق التي أمامنا أنه هذا المشروع يمضي، هناك تخصيب وصل إلى 20%، بينما كان الاتفاق 5+1 ينص على 3.67. فبالتالي هذه الحقائق اللي موجودة الآن. ماذا يحدث؟ خلنا نأخذ من آخر تصريح لبلينكن مع CNN عندما قال الثلاثية التي قالت عنها الرياض مسبقا، وهي إيقاف المشروع النووي الإيراني، الأمر الثاني الصواريخ البالستية، الأمر الثالث دور طهران المزعزع في المنطقة. بايدن في مقابلته مع CBS قال لن نرفع العقوبات إلا إذا التزمت طهران. التزام طهران معناتها إلغاء الخمس مراحل اللي مرت عليها، ولكن يبدو تصريحات خامنائي، تصريحات صالحي، تصريحات ظريف لا تسير بهذا الاتجاه. يبدو أنه نحن أمام مشوار طويل. طهران لا تملك طرف الوقت، ولكن أعتقد الإدارة الأمريكية يبدو أنها متجهة أنها تحمل الثلاث ملفات في وقت واحد، وليس فقط المشروع الاتفاق 5+1. طيب أستاذ منيف، إلى أي حد ستتحمل الإدارة الأمريكية مسألة مخاوف دول المنطقة من النفوذ الإيراني والتوسع؟ يعني إذا كانت في 2015 حصلت على بعض الأموال وبات مسؤولوها يصرحون بأنهم يريدون أن يسيطروا على المنطقة، الآن كيف إذا حصلت على أموال أكثر؟ في إدارة أوباما حصلت على 150 مليار دولار، وهو ساعدها ووسع نشاطها. أعتقد أنه كان الحديث أنه بالنسبة لعقوبات النفط، تعرف إيران فرضت عليها 700 عقوبة من قبل الإدارة الأمريكية. بالنسبة للنفط والبنك المركزي والبتروكيميكال والمعادن، واضح أن الإدارة الأمريكية لن ترفع هذه العقوبات بتاتا. قد يكون هناك مسار فقط لمسار الـ IMF اللي هو صندوق النقد الدولي القرض الإيراني. لا أعتقد بايدن يختلف عن أوباما. بايدن هو على يمين أوباما وعلى يسار ترامب، هو في منطقة وسطى، لن يسمح بتكرار الخطأ الذي قام فيها أوباما بدفع 150 مليار دولار. أنا أعتقد المشهد تغير، المنطقة تغيرت. نحن أيضا ماكنزي البارح، تصريح ماكنزي مهم جدا عندما تحدث أنه الخطر هو خطر طهران، وأنه أيضا مسار السلام في المنطقة يشكل قوة ضغط تجاه طهران. فأعتقد أنه المرحلة مختلفة. لا أعتقد أنه بايدن سيكرر خطأ أوباما. نعم أنه الفريق الذي لديه الآن جزء كبير منه كان مع أوباما، ولكن حتى طروحاتهم سواء جاك سوليفان، بلينكين، بيرنز، كلهم تغيرت مواقفهم عن الموقف في 2015. بالتأكيد نحن أمام مشهد جديد، ولا أعتقد أنه بايدن سيمضي طيب من بداية أوباما. هو بالتأكيد سيضمن الثلاث نقاط الرئيسية التي لا أعلن عنها. طيب أريد أن أفهم منك يا أستاذ منيف، لماذا يقلق مسألة الملف النووي الإيراني دول المنطقة والدول العربية ودول الخليج على وجه التحديد، علما بأن هذا النشاط لم يقلق جيران إيران، لا روسيا ولا باكستان ولا الدول الأخرى؟ يعني لماذا؟ هذا السؤال نريد الإجابة عليه. الكل قلق، ولكن روسيا تستخدم الملف الإيراني والصين كملف ضمن الملفات ضد الولايات المتحدة، ولكن الكل قلق. ترى بالحقيقة حتى أنا أعتقد تصريح إشكينازي البارحة عندما قال أن روسيا تعمل لمنع طهران من امتلاك السلاح النووي. طيب، هناك نعم قلق من الجميع، ولكن روسيا والصين تستخدمها كملف، ولكن دول الخليج هي المعنية مباشرة، هي لا نستطيع تغيير الجغرافيا، هي مقربة من طهران. ولكن أنا أعتقد المشهد تغير كثيرا عن 2015. حتى الموقف الروسي والصيني أنا أعتقد لن يكون مماثلا للموقف في 2015. تتفق يا أستاذ منيف يعني تباعا للسؤال هذا بأن إيران عندما تصرح بأن نفوذها وتريد السيطرة على عواصم عربية، هذا هو الذي جعل هذه الدول تتأثر وتقول بأن هذا الملف وهذا النفوذ سيؤثر على المنظومة العربية، وبالتالي هي تمارس كل سطوتها في المنطقة العربية، ولا يعني ليس لديها يد طولة في روسيا ولا في الصين، وبالتالي كما يقال بين قوسين شر إيران على المنطقة العربية.
هناك أمران بالنسبة للقنبلة النووية، أنا أعتقد الجميع قلق منها، لكن دور إيران المزعزم بلا شك أنه علي يونس يصرح في 2015 في مؤتمر الهوية الوطنية في طهران عندما قال الإمبراطورية الفارسية تعود من جديد وعاصمتها بغداد، حديث حيدر مصلح عن السيطرة على 4 عواصم عربية. بلا شك أن المنطقة عانت بشكل مباشر من تدخلات طهران في العراق، في لبنان، في سوريا، في اليمن، فهذه أنشطة مزعزعة ومخربة. أيضا مسار طهران الإرهابي الطويل اللي له 40 عام. أيضا طهران الآن يحاكم واحد من دبلوماسيها أسدي في بلجيكا وحكم عليه ب20 عام، وبالتالي إيران الآن حتى ضمن النخبة الأوروبية يرون أنه إيران تمارس إرهاب الدولة. طيب إذا بأقل من دقيقة يا أستاذ مني، فالمسألة ليست قلق في دول المنطقة العربية، وإنما قلق من الأنشطة بشكل عام يعني في العالم، من أنشطة إيران. نعم، وأمريكا الجنوبية عانت، أوروبا عانت، آسيا عانت، أفريقيا عانت من ممارسات طهران التخريبية. نعم، أشكرك من الرياض المحلل السياسي منيف عماش الحربي. قالت 3 مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تبحث مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بما في ذلك خيار يتخذ من قبل الجانبين ويتخذان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل لكسب الوقت. وقال مصدر آخر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إذا خلصت إلى أن التفاوض بشأن العودة الكاملة إلى الاتفاق النووي سيستغرق وقتا طويلا، فقد تبني نهجا وتتبنى نهجا أكثر اعتدالا. وأكثر تفاصيل عن هذا الموضوع مع زميل توني مزرعاني. مرحبا بك يا توني. مساء الخير حسين. أهلا وسهلا بك. إذن في التفاصيل حسين، من بعد البحث هناك عدة آراء بالنسبة ما ذكرت قبل قليل، لكن بحسب المصادر فإن الأفكار التي تدرسها الإدارة الأمريكية حول كيفية إجراء الاتفاق النووي بإمكانها إبطاء تدهور العلاقات بين طهران وواشنطن منذ إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في عام 2018، وأيضا وقف انتهاكات إيران التي جعلتها تقترب أكثر من مستوى تخصيب اليورانيوم للاستخدام في الأسلحة، كما أن هناك فرصة من قبل واشنطن منح طهران امتيازات اقتصادية قيمتها أقل من تخفيف العقوبات التي نص عليه اتفاق عام 2015 مقابل توقف إيران عن انتهاكاتها للاتفاق النووي، وأيضا إقناعها بالموافقة عن التراجع عن بعض خطواتها النووية. إضافة إلى أن المصادر أوضحت أن من بين الأفكار التي تدرس أيضا هي بشأن إحياء الاتفاق النووي تشمل عودة مباشرة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 كخطوة مؤقتة، حيث أفاد مصدر آخر أنه إذا خلصت إدارة بايدن إلى أن التفاوض بشأن العودة الكاملة للاتفاق سيستغرق وقتا طويلا، فقد تتبنى نهجا أكثر اعتدالا. وتساءل المصدر ما إذا كان هناك توجه في محاولة لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على إيران، ورأت المصادر أن واشنطن قد تجد سبلا أخرى لتخفيف الألم الاقتصادي على إيران لتمهد الطريق أمام صندوق النقد الدولي لإقراض طهران، وأيضا تسهل وصول المساعدات الإنسانية أو تتبنى فكرة أوروبية لتسهيل ائتماني. كما أن المصادر رأت أن المشكلة الرئيسية تتمثل حول من يبدأ بالخطوة الأولى في إحياء الاتفاق النووي. ونشير هنا إلى أن نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب أعلنت أنه يتعين على إدارة بايدن إدراك حقائق عام 2021 وليس 2015، ما يعني بحسب رأيها عدم وجود تخفيف مسبق للعقوبات على النظام الإيراني الذي وسع سلوكه الخطير. هذا كل شيء حسين، عودة لك. شكرا جزيلا لك الزميل توني. شكرا لك. كشف موقع The Interest الأمريكي في تقرير جديد له سعي النظام الإيراني لتوظيف جواسيس في العراق من أجل الوصول إلى معلومات استخباراتية عن الولايات المتحدة. وبحسب الموقع فإن البرقيات المسربة تظهر أن ضباط الاستخبارات الإيرانية العاملين في العراق يستخدمون أسلوبا تقليديا لتجنب اكتشافهم أثناء مقابلة مصادرهم.
أنهم يعتمدون على أساليب قديمة نسبيا لتجاوز المراقبة الأمريكية. في تصريح لقناة الحدث قال السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون إن بلاده تعمل مع واشنطن والرياض لحل الأزمة اليمنية، مشيدا بالموقف السعودي الساعي لوقف الحرب. نعم، سوف نشتغل مع زملائنا الأمريكيين. أعتقد عندنا فرصة كما قلت. أعتقد لازم نشتغل ضيقا مع المملكة العربية السعودية. نحن حليف المملكة، وأعتقد وأنا متأكد أن المملكة العربية السعودية تريد وقف الحرب. كلنا نريد وقف الحرب، نريد وقف المجتمع في اليمن. يعانون من الحرب، من الوضع الإنساني، من الوضع الاقتصادي، ولذلك نحتاج وقف الحرب وبداية مفاوضات جدية عن التسوية السياسية الشاملة. في اليمن ذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن ميليشيات الحوثي التي تواصل تصعيدها في جبهات محافظة مأرب تكبدت خلال الساعات الماضية خسائر بشرية ومادية جسيمة. المصادر قالت إن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تمكنتا خلال المواجهات الأخيرة من تدمير مواقع الميليشيات وأسر عدد من قيادات وعناصر الميليشيات، ومن بينهم القيادي الحوثي المدعو أبو قنابل. فاصل قصير، نواصل بعده النشرة. يزداد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي كل لحظة، والأرقام تتضاعف كل يوم. ما هو مصدرك الإخباري على هذه المواقع؟ الحدث، مصدرك الإخباري الأسرع والأكثر دقة. أهلا بكم من جديد. وصل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إلى باريس اليوم، حيث سيلتقي نظيره أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسؤولين فرنسيين آخرين لبحث ملف تشكيل الحكومة بحسب ما أفادت قناة MTV اللبنانية. وسائل إعلام لبنانية أخرى كشفت أن الرئيس الفرنسي سيوفد ممثله باتريك دوريل إلى لبنان نهاية الأسبوع الحالي، وسيلتقي عددا من المسؤولين، إذ أن ماكرون يتابع الملف اللبناني بشكل يومي.
اشتبك عناصر من الأمن اللبناني الاثنين مع متظاهرين أمام المحكمة العسكرية في بيروت. الاشتباكات جاءت على خلفية مطالبة المتظاهرين بالإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال احتجاجات ساحة النور في مدينة طرابلس شمال لبنان، والذين احتجوا على الأوضاع المعيشية الصعبة والذين تم اقتيادهم إلى المحكمة العسكرية. في عندك خيرة شباب لبنان معتقلين جوا، اعتقال سياسي، اعتقال تعسفي لاسكات حق او اسكات صوت شباب منتفض. اكثر من 20 شخص عندنا حوالي 21 22 موقوف، بدنا اياهم كلهم يطلعوا فورا. نحن بدنا الغاء المحاكم الاستثنائيه، كل هالمحاكم الاستثنائيه هي ما بتمثلنا، بدنا محاكم عاديه، هيدي المحاكم العاديه تتصرف بشكل قانوني. اخي صار له 10 ايام ما بعرف عنه شيء، ما بعرف اكل او شرب او شيء بشيء او مريض، صار له 10 ايام كرمال لايف طلع عم يصور، عم لبسوا ملف قريبي لاخي. اخي منو قريبي؟ نحن من قريبي نحن. كشفت مصادر خاصة لبيروت أوبزيرفر أن شبكة متخصصة في سرقة وبيع شيكات مصرفية تنشط في لبنان عبر أشخاص يتلقون الدعم والغطاء من كوادر في ميليشيا حزب الله. بحسب المعلومات فإن عناصر الخلية تضم أشخاصا سوريين وآخرين من القادة الأجهزة الأمنية اللبنانية تحت مسمى مخبرين، وتقوم الشبكة بسرقة شيكات مصرفية وبتزويرها وبإعادة بيعها في السوق السوداء، وذلك علنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. استغربت المصادر من قدرة هذه الشبكة على التغلغل داخل المؤسسات الأمنية وعلى منع تنفيذ أي مذكرات توقيف بحق عناصرها. كما تساءلت المصادر كيف يمكن للأجهزة الأمنية ملاحقة أي ناشط سياسي أو إعلامي وتوقيفه، وتعجز عن ملاحقة العصابات والمجرمين والقتلة، إضافة إلى عدم تدوين العناصر الأمنية أقوال المتضررين خلال التحقيق ورفضهم الاطلاع على الإثباتات والأدلة التي تدين هذه الشبكة المدعومة من حزب الله. ختمت المصادر بالقول إنها تمتلك الكثير من الأدلة وكذلك الإثباتات والتسجيلات الصوتية، وهناك العديد من ضحايا هذه الشبكة وهم جاهزون للإدلاء بشهادتهم التي قد تطال رؤوسا كبيرة. نبقى مشاهدينا في لبنان ونطلع من خلال هذا التقرير على ما تقوم به ميليشيا حزب الله في الداخل اللبناني. ألقى تقرير جديد الضوء على استخدام حزب الله الممنهج للمنشآت المدنية في لبنان لتخزين الصواريخ وتخزين منصات إطلاقها. التقرير الذي أصدره مركز ألما الإسرائيلي للبحوث والتعليم في الشؤون الجيوسياسية قال إن مركزا خيريا تابعا للجنة الوقف الشيعي الإسلامي في مؤسسة برج البراجنة يستخدمه حزب الله في تخزين مصفوفات صواريخ متوسطة المدى من نوع فتح 110 بالقرب من مدرسة ثانوية في بيروت. وقد تمكن مركز ألما الإسرائيلي من تحديد 7 مجمعات تابعة للمنشأة، مركزها الرئيس والذي يتضمن مكاتب وقاعة مؤتمرات ومكانا للتجمعات الدينية، و 6 مجمعات لمدارس كذلك في المنطقة. استخدام المواقع المدنية مشاهدين والدروع البشرية هو نمط أساسي متبع لدى حزب الله. تقرير مركز ألما الإسرائيلي يعطي أمثلة على ذلك. استخدام مجموعة خضر بلا حدود البيئية لتغطية نشاط حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إضافة إلى منظمة إزالة الألغام المدنية. التقرير يقول كذلك إن منظمة الصحة الإسلامية التي تعنى بالأمور الطبية في المجتمع والمجمع الطبي في جنوب لبنان تهرب الأسلحة في سيارات الإسعاف خلال استخدامها لها. وفي لجنة الوقف الإسلامي الشيعي يعتقد مركز ألما أن هناك 7 مبان استخدمت لهجوم صاروخي، أحدها مركز الوقف المركزي، إضافة إلى 4 منشآت تعليمية. ويقول تقرير ألما إن إيران وحزب الله كانا يحاولان في السنوات الأخيرة إقامة معامل صواريخ موجهة دقيقة على الأراضي اللبنانية،
ويخلص التقرير إلى أنه بإمكانيات حزب الله العسكرية، وقد وصلت هذه الإمكانيات لم تكن لتصمد لولا استخدام المؤسسات المدنية من أجل تخزين كل هذه الكميات من الأسلحة والصواريخ. أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد، وأضاف أن واجبها هو مكافحة تنظيم داعش. في تعديل للأهداف التي حددها لهذه القوات الرئيس السابق دونالد ترامب، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخولين مد يد العون والمساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا، ولا إلى موظفي هذه الشركة أو إلى وكلائها. أضاف أن العسكريين الأمريكيين المنتشرين في شمال شرق سوريا وعددهم حاليا نحو 900 عسكري هم هناك لدعم المهمة ضد تنظيم داعش. ينضم إلينا من برلين شيفان خابوري ممثل الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا. مرحبا بك أستاذ شيفان. الإدارة الأمريكية أتت على تصريح يفهم منه بأن واشنطن تخلت عن دعمها قوات قسد والإدارة الذاتية في شرق سوريا، هل وصلت الرسائل في ذلك؟ هل يمكن يا أستاذ شيفان، هل يمكن أن يكون الصوت أفضل لأننا لا نستطيع سماعك بشكل سوي وسليم؟ سأحاول أن أعيد لك السؤال ريثما تقوم ببعض الإعدادات من عندك. إذن نعلق مشاهدينا على الخبر الذي ورد على لسان واشنطن في ما يخص أن القوات الموجودة في سوريا ليست مهمتها الحفاظ على أبار النفط، وإنما هناك من أجل محاربة تنظيم داعش. هذا الكلام أتى على لسان الإدارة الأمريكية الجديدة، ما رأى فيه البعض، بعض من يتابعون الملف السوري، بأنه تخلي واشنطن عن الإدارة الذاتية وقوات قسد. مرحبا بك مجددا سيد شيفان. تحياتي، أهلا وسهلا. طيب، سألتك أن هذا الكلام على لسان الإدارة الجديدة من الولايات المتحدة، إدارة جو بايدن، هل يفهم بأن واشنطن تخلت عن الإدارة الذاتية، أو أن ثم التنسيق غير معلن ما بين الطرفين من الممكن أن يمضي قدما؟ نعم، يعني مجمل التصريحين نستطيع أن نقولهما، تصريح السيد ويليام روبرك، وأيضا التصريح الذي صدر حديثا من البنتاغون حول موضوع حماية أبار النفط. يعني جميع النقاط التي ذكروا في التصريحين ليست بنقاط جديدة وليس بشيء غريب، جميعها نحن متفقين عليها، هي تصريحات نستطيع أن نقول بأنها تصريحات سابقة، وحتى بعضها لا ينم عن استراتيجية السياسة الأمريكية الجديدة أو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. يعني موضوع التخلي عن حقول النفط هو ليس التخلي، وإنما صرحوا بأننا سنترك حماية آبار النفط لقوات قسد، ونحن سنستمر معهم للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي كي لا يعود مجددا. وبالأساس عندما كانت قوات التحالف صرحت بأنها ستقوم بحماية آبار النفط، كان بهدف عدم وقوع تلك الآبار بيد التنظيمات الإرهابية. ففي الوقت الذي يتعاونون الطرفين للقضاء على ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي، في طبيعة الحال لن يكون هناك أي خطورة على تلك الآبار. طيب، وفي طبيعة الحال هذه الآبار هي ملك للشعب السوري، وقوات قسد تقوم بحمايتها وتستفاد منها لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفصائل الإرهابية، وهذا أيضا ما أكدت عليه البنتاغون. طيب، البنتاغون أتى على نقطة، تعرف أستاذ شيفان، يعني كل تفصيل لا يؤتى عليه إلا بمعلومات وشيء دقيق. يعني الجنود ليسوا مخولين مد يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا،
هذه الشركة تتبع لمن وكيف تعمل؟ يعني يعني سبق وأن روج إعلاميا عندما أعلنت تلك الشركة بأنها ستقوم باستثمار أو حماية طيب النفط في المنطقة. تلك الشركة من طيب من تلك الأطراف تلك الشركة تلك الشركة يا أستاذ شيفان معروفة لديك من الممكن ولكن نحن لا نعرفها. نعم نعم، عندما صرحت الولايات المتحدة أن هناك شركة أمريكية ستقوم باستثمار بإصلاح الآبار التي تم تدميرها أثناء الحرب على داعش بالتنسيق مع قوات قسد، الكثير اتهموا بأننا قمنا بإجراء صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لبيع هذا النفط وهو نفط سوري، واليوم ما تؤكده التصريحات الجديدة بأنه ما صرح سابقا كان غير دقيق وغير صحيح. النفط في مناطق شمال وشرق سوريا هو في النهاية نفط سوري وقوات قسد تقوم بحمايته، وهذه القوات أيضا هي قوات سورية وطنية بامتياز، وبمجرد الاستمرار في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بالتالي لا يكون هناك أي خطورة على تلك الآبار، وبالتالي لا يحتاج هناك أي حماية من قبل الطرف الأمريكي ما دام التحالف وقوات قسد يحاربان سوية التنظيم الإرهابي. هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك أيضا نحن نود الوقوف على بعض التصريحات التي صدرت من السيد ويليام روبك حول السياسة الجديدة التي البعض فسروها على أنها استراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة بأنها تخلي عن الإدارة الذاتية وقوات قسد. يعني جميع النقاط التي ذكرها السيد روبك هي نقاط ليست بجديدة وليست بغريبة، يعني موضوع إقامة دولة كردية مثلا في المنطقة هذا الموضوع مرفوض لدينا أيضا، نحن كمشروع إدارة ذاتية لم نسعى إلى إقامة دولة كردية في مناطق شمال وشرق سوريا، وإنما سعينا إلى بناء إلى تغيير الدستور السوري نحو دستور ديمقراطي يضمن لجميع المكونات حقوقها، هذه من جهة. من جهة ثانية أيضا أشكرك. استمرارية. طيب اسمح لي أستاذ شيفان خابوري، انتهى وقتي، أشكرك على كل هذه الإيضاحات من برلين. شيفان خابوري ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مرة ثانية أشكرك. أعلن النظام السوري أنه سيعمد إلى مصادرة أملاك المتخلفين عن الخدمة الإلزامية بعد تجاوزهم سن 42 عاما، ويلزم القانون الجديد من تجاوزوا هذا السن بدفع $8,000، وفي حال عدم الدفع يتم الحجز على أملاك المتخلف أو ممتلكات عائلته أو أقاربه. القوانين الجديدة تطالب الشباب ممن خرجوا من البلاد بعد عام 2011 وتخلف معظمهم عن تأدية الخدمة الإلزامية رفضا للمشاركة في الحرب، ويرى مراقبون أن هذه القوانين هي وسيلة سلب جديدة أضافها الأسد على ما سبقها من قوانين تستهدف أموال السوريين بالعملة الصعبة وتعكس حاجته الماسة لها. وبحسب قانونيين وحقوقيين فإن هذا القرار يعد مخالفة صريحة لدستور البلاد الذي يمنع التعامل بغير الليرة السورية. أفاد نازحون من منطقة تدمر التاريخية أن ميليشيات إيرانية صادرت المزيد من المباني والعقارات في البادية السورية لاستخدامها كمراكز تجمع، كما حولت الميليشيات العقارات إلى نقاط عسكرية لحماية خطوط الدعم الممتدة من العراق إلى شرق سوريا. هذا واستولت الميليشيات أيضا على عدد من الفنادق وأحد المساجد شرق طريق دير الزور، وحولتها إلى مراكز تدريب وملاجئ لميليشيات طهران وحزب الله. قامت الميليشيات الإيرانية بالسيطرة على فندق سمير رميس الذي يبعد عن تدمر 4 كيلومتر من أجل حماية خط الإمداد من العراق إلى شرق سوريا، وقامت بتهجير سكانها عن بكرة أبيها، وقامت بسرقة كل ثروات مدينة تدمر، وهو بالأخير قام بالسيطرة على جامع عمر بن الخطاب الذي بعد عن مدينة 4 كيلومتر وهو في مدينة الصناعية، ويتخوف الأهالي من تدمير مدينة تدمر عن بكرتها. تدمر هي تعتبر نقطة الوصل
بين المحافظات السورية، تعتبر منطقة أسرية، منطقة تاريخية، كل الدول بتعرف إيشو هي تدمر وإيشو تاريخ تدمر. فالتواجد الإيراني بيكون في المنطقة، في منطقة تدمر تحديداً يعني، تواجد كتير خطير. أول شيء بيتم نهب الآثار، وطبعاً يعني هلأ نحن بنعرف المعرفة أنه جامع عمر بن الخطاب وفندق إدريس تحديداً يعني تحول لمراكز تدريبية ومراكز إيواء لألون يعني للميليشيات الإيرانية ولميليشيات حزب الله. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أنه تم القبض على 24 عنصراً من تنظيم داعش في محافظة الأنبار بغرب البلاد. وذكرت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان أن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 24 إرهابياً هم مطلوبون لانتمائهم لداعش ولعملهم ضمن ما يسمى بقاطعي الأنبار والفلوجة بداعش. وأضاف البيان أن عملية إلقاء القبض عليهم تمت وفق مذكرات وأوامر قضائية بمناطق متفرقة من المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. هذا ويرى مراقبون أن هناك عودة محتملة لتنظيم داعش في البلاد، عازين ذلك إلى نشاط التنظيم في سوريا وإلى غياب القبضة الأمنية في بعض المناطق. بالعودة مشاهدينا للقانون الجديد الذي أصدره النظام السوري والذي يأمر بحجز أموال وممتلكات المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو ممتلكات ذويهم ومن يموت لهم بصلة، من لندن عبر الهاتف ينضم إلينا الكاتب والسياسي السوري فايز سارة. مرحبا بك أستاذ فايز. تلقيتم هذا القانون الجديد، وهناك من يتحدث بأن هذا القانون الذي أصدر في الداخل السوري من قبل النظام هو مخالف اصلا للدستور الذي يحكم به سوريا الان. يعني بصراحه انه هو مو مخالف للدستور فقط، هو مخالف لكل القيم والاعراف والعادات والتقاليد والمفاهيم حتى يعني الدوليه، باستثناء المسائل الدين يعني المخرجات الدينيه للافكار والقوانين. يعني شيء فعلا انه تحمل ناس ذنوب اخرين. يعني حتى لو افترضنا انه عدم الالتزام بالخدمه العسكريه هو ذنب، فهو ذنب صاحبه وليس ذنب اقربه. هذا شيء بسيط، يعني كما هو معروف انه كل انسان ينبغي ان يتحمل مسؤوليه ما يفعل، هذا اذا كان هناك مسؤوليه. لكن عموما لا يمكن انه نشوف هذا الاجراء فقط انه هو مخالف للدستور او مخالف للقيم للقوانين لحقوق الانسان، مو بس هيك لازم نشوفه الحقيقه، لازم نشوفه في سياق السياسه اللي عم يمارسها نظام الاسد طول عمره، يعني منذ كان الاب. لكن اليوم صارت هاي السياسه هي اشد فجاجه، بمعنى الاستيلاء على اموال المواطنين على قدراتهم. بعد التدمير اللي حصل عمليا بالعشر سنوات الماضيه كان عم يجري شيء بالخلفيات الاخرى، كلنا بنتذكر عمليات اعاده تنظيم وهيكله المناطق السكنيه اللي دمرها النظام وخاصه في ريف دمشق. يعني هي المناطق ذات يعني ثمن عالي كثير، لذلك تم الاستيلاء عليها وبعد ما طردوا وبعد ما دمروها وطردوا سكانها. عمليا اليوم يجري مواصلة هذه السياسة بالاستيلاء على ما تبقى، لأن السوريين ما عندهم تروح قدرات، أي قدرات. البعض له بيت، البعض له دكان يعتش منها، البعض لديه مزرعة يعيش منها. هذه ينبغي أن تصدر. طيب أستاذ فايز، بحجة أنه لم يؤدي الخدمة العسكرية. طيب إلى متى يا أستاذ فايز هذه الحال في الداخل السوري؟ يعني المسألة ما عادت مسألة معارض وموالي، المسألة مسألة يعني تجاوزت يعني الإتيان بأموال لأقارب شخص لديه رأي في السلطة الحاكمة. يا سيدي اليوم هذا المرسوم وهذا الإجراء سيطال حتى أولئك الموصوفين بأنهم بطانة النظام، أنهم مؤيدين نظام. أعداد كبيرة منهم هربت أولادها إلى الخارج حتى لا يذهبوا إلى الجيش.
هؤلاء سوف يطالهم القانون الذي أصدره النظام، بمعنى أنه لن يكون هناك أحد خارج هذه الاستثناءات، لأن النظام عودنا بالفترة الأخيرة على مستوى من الشراسة. كلنا نعرف القصة اللي سواها بشار الأسد وزوجته وأجهزته مع رامي مخلوف اللي هو ابن خاله وأحد وجوه النظام الاقتصادي، أنهم سرقوا أمواله التي سرقها من الشعب. الآن تجري نفس المحاولة لسرقة كل ما يمكن أن يسرق ونهب كل ما يمكن أن ينهب. هذا الذي ينهب مرة تارة باسم الدولة النظام، والذي سيتحول لاحقا إلى مغانم لأركان النظام، أو اللي بيسرقوا أركان النظام وشبيحته من رشوات وأعمال فساد وعمليات نهب إلى آخره، وتشبيح وتعفيش إلى آخره. أنا بعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يستمر طالما أن المجتمع الدولي، أن السوريين، أن العرب، أن المسلمين، أن العالم كله لم يلتفت إلى معالجة القضية السورية. لدينا نظام متوحش، هذا النظام لا يجد حتى اليوم أي إجراءات تردعه. طيب، مثل هكذا قرارات يا أستاذ فايز إلى أي حد تؤثر على سير العملية السياسية؟ إذ ما تقدمت يعني خطوة، يعني لا أقول متر، أقول خطوة. هاي الإجراءات يعني دائما العملية السياسية كانت بينقال بكل المستويات، وأنا بعتقد إنه هذا نحكى حتى في الأشهر الأولى للثورة، إنه نحتاج إلى يعني نوايا حسنة للمضي خطوة أثر خطوة بالعملية السياسية. وكان يطرح في ذلك الوقت قضية المعتقلين، قضية السماح بالتظاهر، قضية عودة الناس إلى بيوتها. الآن عندما يقوم النظام بإجراء كهذا، هو يبرهن مرة أخرى أنه يسير في طريقة عدم الإرهاب إلى حل سياسي. مشان هيك عم أحكي عم أقول أنه لازم يلتفت المجتمع الدولي اليوم، لازم تلتفت كل الأوساط المهتمة والمتأثرة والمتدخلة بالقضية السورية، تلتفت إلى هذا الإجراء باعتباره أحد عوامل الدفع بعيدا عن الحل السياسي. نعم. عندما يشعر الناس أنهم حتى في قضية بعيدة المدى. نعم، أشكرك على كل هذه التفاصيل. الأخطار والنهب. نعم، يبتعدون عن الحل السياسي. نعم، أشكرك من لندن الكاتب والسياسي السوري فايز سارة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. الصحة العالمية تناشد بعدم تصديق الشائعات حول لقاحات كورونا. لحظات تحدث الفارق في حياة الملايين، بين الإخفاقات والنجاحات. تقدمات مستمرة. ننتقل الآن لمتابعة هذه الصور الأولى. الانتصارات والخسائر. وردنا الآن هذا الخبر العاجل. سرعة الرصد دائماً ما تحدث كل الفرق. يا الله. كل هذا يصلك في لحظة. ننتقل إلى الخبر العاجل على شاشة الحدث. Thank you.
أهلا بكم من جديد. عقب ساعات من إعلان الرئيس رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن الحكومة الجديدة، عبر عدد من المواطنين السودانيين للحدث عن تفاؤلهم بتحسن الحالة المعيشية في ظل هذه الحكومة الجديدة، بينما قال آخرون بأنهم لا يستطيعون توقع النجاح لحكومة شكلت على أساس المحصصات الحزبية والمصالح المشتركة بحسب تعبيرهم. اللي تشكلت امبارح دي حكومة دون طموحات الشعب السوداني، والناس دي كانوا بيتكلموا عن محصصات حزبية وعن محصصات بتاعاتهم وعن وضعهم بس هم كدستوريين. نحن ناس الشارع القاعدين في الشارع المنديكم أخبار الشارع، الحكومة دي انتظرناها كثيرا ومتفائلين باخر بغض النظر فيها منو، لأنهم كلهم يعني النتائج بتاع وحده ونتائج بتاع اتفاق في الوقت الحالي. يعني لا سعر زايده ويعني بنتمنى انهم يقدموا لنا الافضل. يعني كنا متفائلين في البدايه ونتمنى انه يعني التفاؤل ده ما ينتهي. يعني الشيء الذي يبشر لا يبشر بخير انه حتى الحكومه فيها اختلافات، والاجسام الموجوده هي عباره عن ضياء لزمن الشعب السوداني وعباره عن استهلاك لموارد الشعب السوداني، والشعب السوداني الان يعاني الامرين في معيشته. والله اتفائل بها حكومه خير، لانه دائما ابدا الاختلاف يولد نتيجه ايجابيه، والجد والشد برضه بيولد نتيجه ايجابيه. وسيد رئيس الوزراء أنا سمعت في الأخبار أنه يعني من كلامهم متفائل جدا بالحكومة، متفائلين أنه تكون حكومة يعني حكومة يعني جادة وحكومة تعين البلاد وحكومة تغير الوضع الاقتصادي الراهن في السودان. من الخرطوم تنضم إلينا مراسلة الحدث لينا يعقوب. مرحبا بك يا لينا مرة أخرى، نستطلع منك ما رصدته عين الحدث وردود الفعل على تشكيل الحكومة الجديدة والبرنامج المتخذ أو الذي وعد به السودانيون من قبل هذه الحكومة. تحياتي حسين، أهلا وسهلا. نبدأ بحديثك الأخير بأن مجلس الشركاء الآن دخلوا في اجتماع قول حرية والتغيير والجبهة الثورية وكذلك المكون العسكري ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في اجتماع الآن لبحث قضيتين رئيسيتين، الوضع الاقتصادي وبرنامج الحكومة، وكذلك الوضع الأمني الملتهب في عدد من الولايات السودانية. اليوم شهدت عدد من الولايات احتجاجات نتيجة للوضع الاقتصادي المتردي، تم تخريب عدد من المرافق الحكومية خاصة في نيالة والفاشر. يمكن أن نقول أن الاحتجاجات صحيح لديها أو بدأت منذ بضعة أيام، ولكنها اليوم اشتدت خاصة في إقليم دارفور وبورسودان وكذلك مدينة الأبيض. هذه أبرز الأجندة التي ستكون حاضرة للحكومة المقبلة حتى تبدأ عملها، وهي على بينة من أمرها أن الوضع الاقتصادي الآن يتسبب في احتجاجات ليس فقط على الخرطوم إنما على الولايات السودانية كلها. طيب لينا، يعني ردات الفعل المرصودة من خلال الصحف، من خلال الإعلام، من خلال محادثاتكم، يعني شخصيات المسماة في هذه الوزارة، مرضي عليها بشكل كبير أو أن ثمة انتقادات؟ يعني حسب التقرير الذي أنجزتموه قبل ساعات، بعض السودانيين يتحفظون ويقولون بأن هذه الحكومة على أساس حزبي وحصص وبالتالي لن تخدم السودانيين.
صحيح حسين، هذا رأي بارز وواضح ويقال ليس فقط من الشارع السوداني إنما حتى من الأحزاب السياسية ومن داخل مكونات قوى الحرية والتغيير، تعتبر أن هذه الحكومة جاءت نتيجة للمحاصصات السياسية، وحتى أن اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي تم توزيع هذه القائمة، كيف قسمت هذه القائمة وتم وضع بقرب أي وزير أي جهة أو أي مكون الذي يمثله، ربما كان فقط هناك 3 مستقلين اعتبروا أنهم لا ينتمون إلى جهات حزبية، وزير الري ووزير العدل و وزير آخر لا أستحضره الآن، 3 وزراء هم لا ينتمون لانتماءات سياسية، أما البقية من الخارجية والوزارات السيادية والوزارات الاقتصادية والمعنية بمعاش الناس تم تقسيمها على هذه المكونات السياسية. ولكن رغم ذلك حسين حمدوك يعتبر أن هذا التقسيم لم يهمل معيار الكفاءة، لم يهمل معيار المهنية، لم يهمل معيار الخبرة، وهو يعتبر أن القادة السياسيين قادرون أيضا على العبور بالسودان إلى بر الأمان بحسب طيب. حمدوك وبحسب آخرين. ووزارة الخارجية تكشف الأيام المقبلة للمرأة السودانية كيف؟ نعم، ووزارة الخارجية للمرأة السودانية لينا، أليس كذلك؟ نعم حسين، ودعني في هذه النقطة فقط أشير معي 10 ثواني لينا، الدستورية نص 10 ثواني. حاضر 40% من النساء يجب أن يكونوا في هذه الحكومة، ولكن الحقيقة أن التشكيلة أظهرت فقط 4 نساء في الحكومة الانتقالية. 10 ثواني. طيب شكرا جزيلا لك من الخرطوم بـ10 ثواني الزميلة لينا يعقوب مراسلة الحدث. بعد الجدل الواسع الذي انتشر في الآونة الأخيرة حول الأثار السلبية للقاحات المصنعة ضد فيروس كورونا، وصفت منظمة الصحة العالمية هذه الافتراضات بالشائعة. فكشفت مديرة قسم التحصين في المنظمة أن اللقاحات لا يمكن أن تؤدي إلى العقم كما يشاع ولا تتطابق مع الحقيقة بحسب تعبيرها، وشددت على أن الأمصال مركبة من مكونات كيميائية عدة لا تضر بالصحة وكل منها يتم اختباره قبل الاستخدام. الأخبار من الحدث. مع تصميم إدارة أمريكا الجديدة على تضمين صواريخ إيران بعيدة المدى في الاتفاق النووي، تقرير أممي يكشف عن تطويرها مع كوريا الشمالية. بعد مصر ومحاولة حشد دعم عربي، الحريري يصل باريس لدعم غربي. ميليشيا حزب الله تخزن وتطلق صواريخها من وقف شيعي وست مدارس بحسب تقرير إسرائيلي. واشنطن تدير ظهرها لأكراد سوريا وتقول أن اهتمامها الأول هناك هو داعش. والأسد يحجز على أموال المتخلفين عن التجنيد وأموال ذويهم ومن يموت لهم بصلة. وصلنا إلى نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.